كابتن أسامة ألف مبروك، أداء جيد. معلش جبت بقى يمين، معلش. لا كابتن بلال ده، لا خد لا كابتن أسامة ده أخويا وحبيبي. ماشي، أداء جيد ومتزن وفوز كبير خارج الأرض. الحمد لله النهارده فوز يستحقه لاعبي النادي الأهلي. كنا قبل المباراة بنتكلم على ردة الفعل لما بتخسر مباراة وجمهورك زعلان، أهم حاجة المباراة اللي أهم حاجة المباراة اللي بعدها ازاي يكون ردة فعل لعيب النادي الاهلي. هو ده اللي كان مهم جدا بالنسبه لنا. وقلنا حتى بغض النظر الاهلي ان شاء الله يعني كمل في البطوله وكان في توفيق او ما كملش في البطوله، فكان اللي يهمني النهارده ردة فعل لاعبين النادي الاهلي. عايزين كنا يعني عايزين يوصلوا الرساله، او عايزهم هم يوصلوا الرساله ويقولوا ان الامر اللي حصل في المباراه السابقه ده امر عابر ما بيحصلش الا لظروف، ظروف ان احنا ضغطنا، ظروف ان احنا كنا راجعين من كاس العالم للانديه كان عندنا ضغط مباريات، رجعنا سبت ثلاث نلعب في السودان، نلعب في اسوان، سفر، فاللي حصل ما كانش طبيعي. لا لما بتدونا يا رابطه الانديه ويا اتحاد كوره وضعنا الطبيعي ان احنا نريح وناخد الوقت الكافي لتجهيز لمباراه مهمه ومباراه فيها سفر ومشقه وعناء زي مباراه سان داونز، لا النتيجه بتبقى مختلفه. هو ده اللي كنت عايز النهارده لعيبه النادي الاهلي توصله، علشان انت لعبت السبت ده امام سان داونز، ما لعبتش التلات، لا ده انت لعبت النهارده الجمعه، فانت خدت الوقت الكافي للتحضير وللراحه، علشان كده كانت المباراه النهارده مهمه. نتمنى ان شاء الله بكره الامور تمشي في صالح النادي الاهلي ويكون في نتيجه ايجابيه ان شاء الله تقدر تساعدنا. الامور خارج ايدينا، لكن انا كنت همي الاكبر ان ازاي النهارده لعيبه النادي الاهلي ترد، ان الجيل ده جيل من الاجيال المحترمه اللي اتعملت اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، ومش بالكلام ولا بالشعارات، لا ده النهارده بالارقام بالبطولات اللي حققها النادي الاهلي او حققها الجيل ده، اتنين تالت العالم، اتنين سوبر افريقي، اتنين افريقيا، وبنقعد نقول ونكرر الكلام ده علشان بعض المغردين يا كابتن ايمن. صحيح. اللي كانوا مستنيين النادي الاهلي يقع علشان يبداوا يشتغلوا، كانوا مستنيين النهارده، كانت بالنسبه لهم الطلعه الثانيه كانت النهارده، هم طلعوا بعد ماتش سان داونز وكانوا مستنيين يكملوا على النادي الاهلي، يكملوا على مجلس الاداره، يكملوا على اللعيبه دي، علشان زي ما وقعنا النادي الاهلي لا ده احنا عايزين نكمل بقى افريقيا وناخد نكمل عليهم في الدوري وندهس اللعيبه دي.